الله يسلمك، كل عام وانتم بخير، وحشتونا جدا. مبروك التفوق. الله يخليك يا باشا، الله يكرمك يا حبيبي، بكى في ربنا. مين الأخ الجميل اللي قاعد في الشمس ده؟ ده إبراهيم. هذا ابراهيم، كيف حالك يا ابراهيم؟ كيف حالك؟ هؤلاء اصدقائك؟ طب عرفنا باصدقائك. طيب عرفنا باصدقائك. يا اهلا وسهلا شيخ حافظ، يا اهلا وسهلا يا عبد الصمد. هل يتحدثون اللغة العربية؟ كيف حالك يا عبد الصمد؟ الصوت موجود يا شباب ولا؟ ماشي، سكر الكاميرا يا إبراهيم، سكر الكاميرا يكفي. تعرفنا على... نعم. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يخليك يا حبيبي، الله يرحب بيك. أرجو تغيير الأسماء من الإنجليزية والأرقام إلى الحروف أفضل يعني، بحيث الشباب اللي هياخدوا الحضور والغياب يكون الاسم واضح عندهم. يعني زميل كاتب 1 2 لغاية 5، أرجو إن هو يقوم بتعديل الرقم إلى الاسم باللغة العربية. إن استطاع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الرحمن حمود موجود؟ اتفضل عرفنا بحضرتك كده في دقيقة واحدة. ربنا يوفقك يا أستاذ عبد الرحمن. الأستاذ أحمد الدناصوري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. الأستاذة حبيبة. الأستاذة حبيبة. شكرا يا أستاذ أحمد. الأستاذة حبيبة بنسي موجودة. حياك الله يا أستاذ أحمد. تفضل يا أستاذ حبيب. نعم. أنت منين يا حبيبة؟ من أين أنت؟ ما جنسيتك؟ يا أهلا وسهلا. هل لديك مشاكل في فهم اللغة العربية؟ يعني أنت تتحدثين اللغة العربية بطلاقة يعني. هل تفهمين اللهجة المصرية؟ اتفقنا.
عايدة بشر. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقيمة في السعودية؟ يا أهلا وسهلا. أنت يمنية؟ أنت يمنية، يمنية الأصل يعني، والدك يمني؟ يا أهلا وسهلا. رجاء بس يا أستاذة عايدة غيري اللغة إلى اللغة العربية. اسم حضرتك؟ إن أمكن يعني. شكرا يا أستاذة عايدة. الأستاذ إبراهيم علي أبو عمر. يا أهلا وسهلا. إيه الطلة الجميلة دي يا إبراهيم؟ يا أهلا وسهلا إبراهيم، بالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. الأستاذ إسماعيل عبد الله، كيف حالك يا إسماعيل؟ تفضل يا إسماعيل. يا أهلا وسهلا يا أستاذ إسماعيل، هل لديك أي مشاكل في فهم اللغة العربية؟ في اللغة العربية. يعني أكلت كشري يا إسماعيل؟ وطعمية والبامية. حياك الله يا إسماعيل، مرحبا. الأستاذ أيمن عبده، تفضل يا أستاذ أيمن. وعليكم السلام. الحمد لله يا أستاذ أيمن، كيف حالكم؟ أنت غني عن التعريف يا أستاذ أيمن، لكن يعني تفضل. يا أهلا وسهلا يا أستاذ أيمن، أنت في الماجستير ولا في الدكتوراه؟ بالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ أيمن. إن شاء الله. الأستاذة حكمة الكثيري. يا أهلا وسهلا يا أستاذة حكمة، حضرتك سعودية أم إماراتية؟ أنت يمنية من قبيلة الكثيري؟ القبيلة اسمها الكثيري؟ أيوة، لأن الكثيري هنا في سلطنة عمان وفي الإمارات. أيوة نشأ ما شاء الله، هما أصلهم من اليمن فعلا. حياكم الله يا أستاذة حكمة، يا مرحبا. حضرتك في الماجستير أم في الدكتوراه يا أستاذة حكمة؟ يا أهلا وسهلا يا أستاذة حكمة، تشرفنا. الأستاذة أو دينا أبو أسامة. دينا أبو أسامة ولا دينابو أسامة؟ موجود أو موجودة؟ الأستاذة سوسن أحمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة دينا، اسمك أسامة دينابو؟ أهلا وسهلا يا أستاذ أسامة. أنت من أين يا أسامة؟ أنت من أي دولة أنت؟ نعم. أهلا وسهلا يا أسامة، ما شاء الله. ما تخصصك يا أسامة؟
نعم، مادة ماذا؟ أي مادة؟ توك تدريس ماذا؟ توك تدريس اللغة العربية أم التربية الإسلامية أم ما المادة؟ يعني مناهج وطرق تدريس، مادة اللغة العربية أم مادة الدراسات الاجتماعية أم مادة الأحياء أم هي مادة عامة؟ أيوة التربية الإسلامية. يا أهلا وسهلا يا أستاذ أسامة، تشرفنا بك. أستاذ إبراهيم محمد، يا أهلا وسهلا، الله يخليك يا أسامة، الشرف لنا. الأستاذ إبراهيم محمد، الأستاذ مدحت حسين، أو الأستاذ حسين مهات، حسين أهلا وسهلا، اسمك حسين؟ مهات حسين، يا أهلا وسهلا، من أين أنت يا مدحت؟ نعم، والإقامة أين؟ تقيم في كينيا أم في السعودية؟ هل لديك مشاكل في اللغة العربية؟ ما تخصصك يا مهد حسين؟ ما تخصصك؟ في الماجستير أم في الدكتوراه؟ تشرفنا يا ماحة حسين، تشرفنا، يا أهلا وسهلا حبيبي. الأستاذ إبراهيم محمد، إبراهيم محمد، الأستاذ محمد أحمد عبد الحليم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يخليك، مبروك التفوق، تفضل، الله يخليك. مادة إيه يا أستاذ محمد؟ نعم، ماشي يا استاذ محمد، ربنا يوفقك ان شاء الله، التوفيق ان شاء الله، تشرفنا يا استاذ محمد. الاستاذ ايمن عبده، الاستاذ ايمن عبده حسن، هل تكلم؟ تفضل، ازيك يا استاذ ايمن؟ معذرة يا استاذ ايمن، حاضر، معذرة، أسماء بتطلع وتنزل تاني، متأسف. الأستاذة سوسن أحمد، أهلا وسهلا يا أستاذة سوسن، يا أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ عبد الرحمن محمد علي، أعتقد سبق التعريف، سبق التعريف. عبد الرحمن، عبد العزيز أحمد عبد العزيز، أوه عبد العزيز الزعيم عبد العزيز كمان، يعني كمان بالبيز يا اهلا وسهلا يا عبد العزيز، انت فعلا مصري ولا يمني؟ انت مصري صحيح؟ ايوه اهلا وسهلا، لانك في اخ اسمه عبد العزيز يمني، شكله معانا اليوم،
يا أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز، تعرفنا، مرحبا. الأستاذ عمر بشير محمد، قائد عمر بشير. تفضل يا أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. هل لديك مشكلة في فهم اللغة العربية؟ يعني تفهمها جيدا؟ هل لديك مشكلة في فهم اللهجة المصرية؟ بعض اللهجات. طيب، أثناء الشرح يا عمر ممكن تقابلنا بعض المصطلحات، فأنت لو لديك أي مشكلة يبقى استفسر عنها يعني. ماشي. لا، إذا كان لديك في فهم يعني مشكلة في فهم الكلمات أو المحاضرة وتحتاج إلى الإعادة فأخبرنا يا عمر. حياك الله يا أستاذ عمر. الأستاذة فاطمة سعيد، الأستاذة فاطمة سعيد، تفضلي يا أستاذة فاطمة. الأستاذة فاطمة سعيد، مش لا يهم ال... لا يهم المايك يعني، مش مهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أستاذة فاطمة. الأستاذة فايزة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أستاذة فايزة، أعتقد إن ما فيش عندك مشكلة في اللغة العربية ولا اللهجة المصرية. حياك الله يا أستاذة فايزة. يا أهلا وسهلا. الأستاذة ليالي عدنان، وعليكم السلام، حياك الله يا أستاذة ليالي، تفضلي. يا أهلا وسهلا أستاذة ليالي، تشرفنا. تفضل. أستاذة نبيلة صالح، أستاذة نبيلة صالح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليتي ولا لسه يا أستاذة نبيلة؟ أتقبل الله. أنت سعودية قلتي؟ يا أهلا وسهلا. في الماجستير؟ يا أهلا وسهلا يا أستاذة نبيلة، مرحبا. الأستاذ محمد هارون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يخليك.
يا أهلا وسهلا يا أستاذ، أنت مقيم في الخارج يا محمد؟ يا أهلا وسهلا، بالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ محمد. تخصصك إيه في الماجستير؟ بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذة نورية عبد الجبار. وعليكم السلام. منين يا نوري؟ يا أهلا وسهلا. لو في حد يحب يعرف نفسه ما قلتش اسمه، يتفضل يرفع إيده ويتفضل بالمداخلة. الأسماء عندي مش مرتبة يعني. في حد يا اهلا 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 استاذ محمد، حياك الله، كيف حالك محمد؟ عساك طيب. انت غني عن التعريف يا محمد، ولكن عارف زملائك الجدد بك. نعم، مين مشرفك يا محمد على الدكتوراه؟ طيب خلاص كده اتعرف، خلاص اتعرف كده يا محمد. كنت هقول لك يا محمد، انت اسمك الثلاثي ايه يا محمد؟ جدك والرباعي، عايزين نجيب الاخر. ماشي يا أستاذ محمد، حياك الله يا أستاذ محمد، حياك الله، الله يخليك. أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا يا محمد، حياك الله، يتقبل الله يا محمد، يتقبل الله. في حد معذرة يعني نسيناه؟ في حد يحب يقدم نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. معكم أخوكم منكم فيكم طلعت ناجح طلعت، دكتور تخصص المناهج وطرق التدريس، مصري الجنسية، ومقيم بسلطنة عمان منذ 9 سنوات. أدرس لكم مادة القياس والتقويم التربوي، هذا الفصل اليوم بس كده إن شاء الله هيكون يوم بسيط عن التعارف. جهز لكم محاضرة، ولكن علمت إن البعض لديه مشاكل في التسجيل ومعظمهم لم يحضر بعض المواد، فهتكون إن شاء الله تعارف ونتفق على بعض الأشياء والتكليفات. المقرر 100 درجة، يوجد درجات على التفاعل والأعمال الشفوية والحضور، وهناك تكليفان أو ثلاثة، 30 درجة، والمناقشة والحضور والتفاعل مع المادة المعروضة 30 درجة، والاختبار النهائي 40 درجة. يعني هو اختلف يا محمد عن الفصل الدراسي الأول. الفصل الدراسي الأول كان الاختبار كان عليه 60 درجة، الحين الاختبار النهائي هيكون عليها 40 درجة،
والتكليفات هكون 30 درجة. لو احنا عملنا تكليفين اتنين هيكون برضو 30 درجة، 3 تكليفات هما برضو 30 درجة، ولكن انا احبذ ان هما يكونوا 2 كفاية، كل تكليف ب 15 درجة، وانصحكم بالانتهاء من التكليف في البداية حتى لا تتزاحم عليكم التكليفات من الأساتذة الزملاء. يوجد 30 درجة، هذه 30 درجة مسؤولة من إدارة الجامعة. في قواعد للحضور أو التفاعل أثناء المحاضرة. أول شيء هو إغلاق الهواتف الذكية إلا للضرورة، إذا كان أحدكم يستمع إلى المحاضرة من الهاتف فلا بأس. طبعا بنؤكد على غلق الكاميرا والمايك وعدم فتحهما إلا لضرورة. الالتزام بوقت الجلسة، هكون إن شاء الله موعدنا الخميس من كل أسبوع من الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت القاهرة. أثناء الجلسة التفاعل مع المحاضر والالتزام بأهداف الجلسة والتفاعل مع الأنشطة وبعض التمارين لكي لا نتعب، لأن في محاضرة كمان بعدكم مشترك معنا فيها، وهي مختصة بسيكولوجية الأطفال غير العاديين. المقرر عليكم مجموعة من المحاضرات، هتكون تقريبا 8 محاضرات، كل المحاضرات تقريبا 10 محاضرات مثل الفصل الدراسي الأول. المحاضرة الأولى بتكون للتعارف، والمحاضرة النهائية هنجعلها اختبار تجريبي واتفاق على بعض النقاط في الاختبار. يعني قبل الاختبار أنا بعمل في آخر محاضرة اختبار تجريبي هيكون شامل إن شاء الله، وهيكون مشابه إلى حد كبير الاختبار النهائي. الله أكبر الله أكبر. هل الصوت لديكم مسموع؟ الأذان لدينا صلاة العشاء في سلطنة عمان. والله أعتقد الاختبار النهائي في شهر مايو، لكن متى بالتحديد لسه ما عنديش خلفية. والله ممكن تعرفها من زميلكم الأستاذ أحمد رفعت. ثلاثة أربعة، والله مشكلة عندهم في المواعيد. أخبروني مرة إن الفصل الدراسي هيبدأ في شهر في نص أبريل، وفوجئت من أول قبل يومين عبد الرحمن كلمني وقال لي لا ده احنا هنبدأ يوم الخميس الجاي اللي هو اليوم. فالمواعيد بصراحة ما اعرفش هم منهم ولا انا مش متابع، ما اعرفش، لكن الامور طيبة ان شاء الله. ممكن تعرفوها من زميلكم الاستاذ احمد رفعت الديناصوري، هو منسق هذه المادة، ومعكم منسق القسم الاستاذ عبد الرحمن، راجل نشيط يعني خدوم، يعني ما بيكسر وما بيأخر عند أي حد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا هي تقريبا 10 محاضرات، 10 محاضرات. المحاضرة الأولى اليوم كان التعارف بسيط، والمحاضرة الأخيرة بنعمل لكم اختبار تجريبي علشان ما يعني تخش تكون داخل الاختبار النهائي ومطمن من درجتك، ولو كان في إخفاق أو أي شيء ممكن تتداركه قبل الاختبار، و
أيضا لا تتفاجأ بالاختبار النهائي وشكل الأسئلة إن شاء الله زي ما المعظم كان مشارك معانا في الفصل الدراسي الأول مادة الإدارة التربوية. الاختبارات أنا أحبها موضوعية من الصواب والخطأ واختيار متعدد، وهتكون 40 درجة كل سؤال بدرجة، تمام؟ وده أفضل، يعني أنا شايفه إن ده أفضل. أي نعم هو متعب بالنسبة لي إن أنا أجمع المنهج وأعمله 40 سؤال، والفصل الأولاني عملته 60 سؤال، متعب جدا يعني، بخلاف ممكن أعمل سؤالين نظريين وخلاص موضوعيين أو مقاليين وأرسله لحضراتكم، ولكن ده يعني هيكون أكثر جهدا لكم أنتم يعني. فأنا باجي على نفسي علشان أريح حضراتكم يعني، كلكم طبعا معذورون وعندكم أسرة وأعمال تانية أخرى غير الدراسة، وفقكم الله يا رب. فإن شاء الله لحد ما يعني بكون في صفكم، وأي شيء أنا أخوكم منكم فيكم، وإن شاء الله مش هنكسر معاكم زي ما كسرنا في الفصل الدراسي الأول، إن شاء الله مش هنكسر معاكم في هاتين المادتين. باقي المحاضرات إن شاء الله هندرس محاضرة عن بعض المفاهيم، نتعرف فيها الفرق بين التقييم بالياء والتقويم بالواو، ومفهوم القياس والاختبار. والمحاضرة الثانية ستكون عن الأهداف التعليمية السلوكية، والمحاضرة الثالثة ستكون عن الاختبارات التحصيلية وأسس بنائها وأنواع الأسئلة. في المحاضرة الرابعة الموضوعية ميزتها وعيوبها أيضا، والمقالية. والمحاضرة الخامسة نتكلم عن جدول المواصفات، ثم التحليل الإحصائي للاختبارات، ولكي نربط المادة بالعصر الحالي عصر الكورونا والتعليم الإلكتروني، سوف نتناول محاضرتين عن التقويم الإلكتروني، مميزاته وأنواعه وبرامجه وأيضا عيوبه. وكما قلنا في المحاضرة الأخيرة هيكون فيها الاختبار التجريبي والاستعداد للاختبار. هل في أي أحد من الزملاء عنده أي استفسار عن أي شيء يخص المادة؟ اللي عنده أي استفسار يتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حاضر يا حبيبي، حاضر. أنا أرسلت الكتاب المقرر اللي أنا يعني أعتمد عليه بحد كبير للجامعة، وما أدري هل هيعملوا منصة وينشروا المنهج الكتاب عليه أم لا، ولكن أيضا إن شاء الله الليلة أو بكرة هيعملوا جروبات كل مادة لها الطلاب اللي هم اختاروها، وإن شاء الله هنزل الكتاب اللي هو الأسهل والأيسر والأقرب ليكم يعني، هينزل إن شاء الله خلال النهاردة بكتير أو بكرة بإذن الله، تمام؟ بالنسبة للاختبار النهائي مش بيعتمد بس على الكتاب المقرر يعني، هو بحد كبير هيكون في المحاضرات اللي احنا شغالين عليها هذه الأيام، تمام؟ يعني حتى لو كان في كتاب ما تكلف نفسك ولا تشتريه ولا أي شيء، إن شاء الله الاختبار هيكون جزء من الكتاب وجزء كبير من المحاضرات اللي احنا هنكون شغالين عليها. نشأ عبد العزيز، تفضل. وأفضل يا أستاذ عبد العزيز، أنت كنت معانا في الترم الأولاني؟ ماشي يا عبد العزيز،
حبيب قلبي، يعني انت كنت متخفي بقى، انا فكرتك يمني يا عبد العزيز. لا لهجتك غريبة، لا انت مش مصري، انت ايوه انت شرقاوي، منين؟ من الشرقية يا عبد العزيز. اي اي انا فكرتك يعني بصراحة لهجتك يعني. ماشي طيب يا عبد العزيز خلاص. جوازت لسه يا عبد العزيز، ربنا يخليك يا ابو عمر، ربنا يخليك يا حبيبي. خلاص يا عبد العزيز بقى، يعني انت يعني بتسأل أسئلة، انت يعني حافظ، خلاص حفظت، طلعت حفظت ال خلاص. طيب طمن زمايلك بقى. ماشي يا عبد العزيز. هو الاخ مفلح مش موجود معانا ولا ايه؟ الاخ مفلح شكله مش موجود. ماشي بسلمنا عليه. ماشي يا بقى، ما تقلقش على حاجة يا عبد العزيز، ان شاء الله خير. اتفضل يا حبيبي. في حد له أي سؤال تاني؟ أي حد له استفسار بخصوص المادة أو بخصوص أي شيء أو اختبار أو أي حاجة؟ طيب ان شاء الله هنكون موعدنا الخميس القادم، والحين انا انوي انهاء المحاضرة، والشباب اللي هم موجودين معانا في المادة القادمة هنكون برضو في انتظارهم في الموعد المحدد الساعة 7. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.